الحياة مشاركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يشاركون عباده الخير، آمين يا رب العالمين. رأينا وسمعنا مفهوم الحملة، حملة الحياة مشاركة التي أطلقتها قناة الندى الفضائية. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، استمعنا لكلمة رئيس مجلس إدارة الشيخ إبراهيم اليعربي، صلى الله عز وجل أن يتقبل، ورأينا هذه المشاهد لهذه الحملة. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا في البداية أنا يعني أتقدم بالشكر لكل القائمين على قناة الندى الذين يعني نبتت في أذهانهم هذه الفكرة، فكرة إحياء فكرة المشاركة، لأن المبدأ بالفعل وهو ما جعلته شعار الحملة، المبدأ في الحياة ككل أن الحياة بالفعل مشاركة. وبالطبع أشكر فضيلة الشيخ إبراهيم لأنه تفضل مشكورا وأصل الأساس الشرعي الذي من خلاله انطلقت هذه الحملة، حملة الحياة مشاركة، ألا وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الذين أصابتهم الحاجة والعوز والفقر، فدعا الناس عليه الصلاة والسلام أن يشاركوا هؤلاء برعايتهم، فالذي جاء بثوب والذي جاء بتمر والذي جاء بلقيمات خبز، حتى صار بين يديه عليه الصلاة والسلام ما يسد حاجة هؤلاء، ليؤسس لنا هذا المبدأ أن الحياة بالفعل مشاركة. لولا مشاركة الأغنياء للفقراء في إعانتهم ورفع العوز والحاجة عنهم ما استقامت الحياة. الحياة مشاركة حتى على مستوى البيت يا أخي الحبيب، يعني من الذي صنع كهرباء البيت؟ من الذي صنع سباكة البيت؟ من الذي صنع سيراميك البيت؟ من الذي قام بدهان ونقاشة البيت؟ من الذي بنى الشقة أصلا؟ تجد هؤلاء جميعا شاركوا في هذه الشقة، فصار هذا البيت نتاج مشاركة. كنت أضرب مثالا برغيف الخبز، يعني الحبة من الذي وضعها في الأرض؟ ثم من الذي رعاها بسقايتها؟ طبعا الله تبارك وتعالى، لكن على يد هذا الرجل المزارع الفلاح المسكين وضع الحبة في الأرض ثم رعاها فسقاها حتى نبتت، ثم لما نضجت هذه الحبة حصدها، ثم من الذي درسها بعد ذلك؟ ومن الذي ذراها حتى يفصل صحيحها من سقيمها؟ ثم من الذي خزنها؟ ثم من الذي طحن هذا الحب؟ ثم من الذي عجن هذا الحب؟ ثم من الذي خبز هذا الحب؟ ثم من الذي قام بتوزيع هذا الخبز حتى يصل إلي وإليك؟ نعم، في النهاية صحيح. رغيف خبز. فالحياة في كل المجالات قائمة بالفعل على هذا المبدأ، مبدأ المشاركة. أعجبتني أيضا في كلمة الشيخ إبراهيم بارك الله فيه أنه بعد أن أصل بالسياق الوارد فيه حديث جرير رضي الله عنه، ساق كلام النبي عليه الصلاة والسلام تعقيبا على كل ما حدث، اللي هو أصل فيه مبدأ الحياة مشاركة بين هؤلاء المتصدقين الذين رفعوا العوز والحاجة عن هؤلاء إخوانهم الفقراء. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أخذ زمام المبادرة في مثل هذه المشاركات فهو بالفعل أول من وضع نبتة الخير، فإن تتابع الناس بعده فله أجرها، يعني أجر هذه السنة التي سنها وكان صاحب ضربة البداية فيها، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص هذا من أجورهم شيئا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم الأستاذ هشام عرفة، هل يجوز ذكر الله عز وجل بالأذكار الموظفة في مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي في غير وقت أذكار الصباح والمساء ولكن بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك سمحت أستاذ أحمد، عندي أربع أسئلة. أهلا مرحبا يا أختانا، تفضلي. ابنتي عندها 14 سنة، بتلبس بنطلون واسع وتيشيرت طويل، يعني مش طويل لدرجة آخره ولا قصير، فيعني ما حكم الشرع في هذا اللبس؟ لأن ما بلقلهاش عبياتي على كديها. طيب حاضر. والسؤال الثاني: ما بال رجل مقاطع أمي، يعني مش مخاصمها بس ما بيروح لهاش خالص، ما بيسألش فيها رغم أنه هو ساكن في نفس المنطقة اللي هي ساكنة فيها؟ لا إله إلا الله. السؤال: رجل توفي رجل وترك زوجة وأخت شقيقة وأربع بنات، وترك إخوة، ترك أخت شقيقة وزوجة وأربع بنات، تمام، وإخوات وأبناء أخ ذكور وإناث،
مع العلم ان الرجل كتب لبناته كل ما يملك، هل من يرث شرعا؟ هو كاتب كل حاجه لبناته؟ طيب بس احنا عايزين نعرف يعني التقسيم الشرعي. ورجل كان يضحي كل عام والظروف المادية السنة دي يعني بنى بيت وكده فما عندوش إمكانيات يضحي، هل يقسم على هذا؟ شكرا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. هل معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم. طيب أمة الله، مسألة ابنتها يعني أظنها بلغت 14 عاما شيخي كريم، كان متهيألي معانا السؤال بتاع الأخ. والله الحياة مشاركة. الأذكار الموظفة أو التي لها أوقات كأذكار الصباح والمساء ممكن تقال في أي وقت شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذه الأوراد وهي الأذكار التي لها وقت معلوم بسميها العلماء الأذكار المقيدة، يعني المقيدة بوقت معين، وهناك أذكار طبعا مطلقة وهو مطلق ذكر الله تبارك وتعالى على مدار ساعات الليل والنهار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أذكارا في الصباح وأذكارا في المساء وأذكارا عند النوم وأذكارا بعد النوم وهكذا، أذكار بخروج من البيت ودخول البيت إلى آخره. هذه الأذكار إن أدركها الإنسان منا في وقتها فهذا هو الأفضل والمستحب والمسنون، أذكار الصباح يعني قبل الشروق وأذكار المساء يعني قبل الغروب، فإن أدركها في وقتها فهذا هو الأفضل المستحب المسنون، وإذا لم يدركها في وقتها فإنه يجوز له أن يقولها متى ذكرها، خاصة إذا كان نام عنها أو نسيها، فإنه يشرع له حينئذ أن يقولها متى ذكرها أو متى استيقظ من نومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد. أهلا مرحبا. نعم أستاذ أحمد، وسلام إليك والشيخ شعبان، ورب يبارك فيكم يا رب يحفظكم يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. لو سمحت أستاذ أحمد، بس عندي سؤالين لو سمحت. نعم. السؤال الأول، عايز أنظر ولد لله، ما الكيفية في النذر؟ والحاجة الثانية، هل انا مطالب مني ان انا مثلا ابقى احتاج منه حاجه لما يكبر، ولا بس اصرف عليه واسيبه لله كده؟ يعني بمعنى ايه تنذره لله؟ يعني تخليه يعني يتعلم القران ويبقى داعيه الى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، ولا تنذره يعني تخليه في المسجد على طول، ولا مش فاهم؟ والله يعني امر شامل لكل حاجه، يعني عايز وقف لله، ابقى يعني وقف لله. طيب شيخنا يوجي، لو سمحت واحد يتيم وله مال في البنك، المال دي مثلا بلغ النصاب، هل المال دي على الزكاة؟ يعني والمال دي محبوس اليتيم، مش هيصرف الا لما يعني يكبر في السن. الحاجه الثانيه، ان المال دي في بنك ربوي وتطلع منه فايده، يعني فايده سنويه، هل اليتيم ان هو ياخد المال ده ولا يصرفها مثلا على يعني؟ حاضر، فأمان الله يا حبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابنتي 14 عاما ترتدي بنطلون وتشيرت طويل، هل هذا جائز شيخ كريم أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. أقول لأختنا السائلة، 14 عاما يعني بلغت وأصبحت مكلفة شرعا بالحجاب، فإنه لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو ما يستر الجزء الأعلى من البدن، والجلباب هو ما يستر الجزء الأسفل من البدن، وبالتالي مسألة البنطال حتى ولو كان واسعا، ومسألة التيشيرت حتى ولو كان واسعا وطويلا، فإنه لا يغني عن الحجاب الشرعي شيئا. متى ستعتاد البنت لبس الحجاب؟ إذا كان لحد 14 سنة وما زالت لم تلبس الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي يحتاج إلى جلباب واسع، يتقول أنا لم أجد عباءة على مقاسها اليوم. أيوة يعني في المحلات، روحي اسألي فصلي، يعني يمكن أن نشتري قماشا ونفصل في أرقى محلات التفصيل أحسن من العباءة المعروضة في فترينات المحلات. إنما هذا ليس عذرا في أن تترك البنت الحجاب الشرعي الذي هو جلباب يستر الجسم كله
واسع وسميك بحيث لا يصف تفاصيل بدنها ولا يشف عن بشرتها، ثم الجزء الأعلى مستور بالخمار الذي يستر الرأس والعنق وفتحة الصدر وبقية الكتفين حتى يكون بالفعل لباسا شرعيا ساترا، اللهم إلا الخلاف في مسألة تغطية الوجه من عدمه، وهو ما يذهب إليه الحنابلة في وجوب النقاب وغيرهم على استحبابه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. مع حضرتك شلبي مغربي. أهلا ومرحبا أستاذ شلبي. أهلا ومرحبا. شرفت بحضرتك. سؤال بس في موضوع البنطلون اللي حضرتك سائل فيه. لو حد أنا أولا بشهد ربنا أنا بحبكم في الله وبحب الشيخ أبو إسحاق جدا. يا رب يحبك ويرضى عنك. أحبك الله. وأرجو من ربنا أن يجمعنا أنا وهو واثنين كمان بحبهم في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. بالنسبة للبنطلون أخت خطيبها وفشكلت الموضوع بسبب دخول عند الجيران بطريقة غريبة شوية أو علاقة مفتوحة شوية مع الجيران، والبنطلون ده كان رقم واحد وقالت لي أنت مالكش دعوة بلبسي. لما جيت خدت رأي راجل أنا بحترمه وبكنه له احترام يعني، وهو شيخ فاضل، فقال أنت ما بتأكلهاش ما تحكمش عليها. فلما قال كده استغربت. هو كلمني الأول، خد كلامي مصدر ثقة ومفعل معاه، راح كلمهم رجع قال لي الجمله دي، انا ما بتاكلهاش ما تحكمش عليه. فقال يا ترى كان المفروض ان انا استنى ان هي تلبس بنطلون عادي كده، مع ان انا كنت شارط من اول الخطوبه قال لي كان عندي اطقم بناطيل، قلت لها لا قولي لي اخر اللبس بتاعك، انا لا ارتضيه لخطيبتي يعني، انا عارف ان مليش حكم عليك بس انا ما ارتضيهوش لخطيبتي، فنهيك عن ان هي تكون زوجتي وتلبس. فهل انا مخطئ في كده او متشدد كما هي بتقال ان دي مش غيره، ده شك او ده اسلوب متشدد شويه؟ وهل الشيخ اللي قال طيب خلاص وضح الكلام يا استاذ شلبي، وضحت الصوره، الله يرضى عنا وعنك ويحفظك. جزاك الله خير. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقاطع امه ويسكن في نفس المنطقه التي تسكن فيها امه ولا يزورها، فما حكم هذا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا هذا هو العقوق الذي حرمه ربنا تبارك وتعالى وحرمه رسولنا عليه صلوات الله وسلامه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى آخر حديثه عليه صلوات الله وسلامه. والواجب على الابن أو على الأبناء عموما مع الأبوين عامة ومع الأم خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم للأم ثلاثة أرباع البر وجعل الجنة عند رجليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن لم يكن البر هو أن يسأل عنها وأن يتواجد معها في كل وقت تحتاجه أو لا تحتاجه، وأن يطعمها وأن يسقيها وأن يتودد إليها وأن يقضي لها حاجاتياتها وأن يقدم لها هديته وأن يصبح عليها ويمسي عليها ويسمع لها ويطيع في البر والمعروف والخير. فما هو البر إذن؟ وهو يعني ليس عنده عذر كما قالت أختنا السائلة، ويقيم في نفس المنطقة، يعني ربما لو أن الله قدر له عملا في محافظة نائية لقدرت الأم هذا البعد ولقلنا له استبدل هذا البر بحضورك البدني بين يديها إلى الاتصال الهاتفي عمال على بطال كما يقولون على مدار اليوم والساعة، ومتى وصلت إلى محافظتك ابدأ بزيارة أمك ووصلها ورعايتها والقيام على شأنها. لكن أخونا الذي تسأل عنه صاحبتنا بارك الله فيها ليس له عذر في هذا، فنحن نخشى عليه من سوء العاقبة، ذنبان معجلتان عقوبتهما في الدنيا، ده غير عقوبة الآخرة، البغي والعقوق كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يغفر لنا وله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. مرحبا بك وبارك الله فيك. انت الشيخ شعبان، معلش دلوقتي هو الشرع يمنع ان واحده تزور اخواتها البنات عشان خاطر الجواز بيبقوا موجودين هنا؟ هل الشرع يمنع زياره اخوات البنات الاخوات البنات، تمام، الاخوات من اجل وجود الازواج؟ عشان اوهام في دماغ جوزي انا مش دماغ حد تاني. تمام. وكل مره اكلم معاه يقول لي
ربنا امر ان الزوجه تطيع لزوجها، لو امرت بالسجود لغير الله فسجد تسجد لزوجها، هل هو ده حرام ولا حلال؟ وبعدين هو ما ينسي كل حاجة، وهو حقه حق الرجل على طول، كله ما ينسي ان احنا نطيعه ونوافقه على كل حاجه. احنا فين صله الرحم اللي قال عليها ربنا؟ طيب وصل الكلام يا امه الله. حاضر، في سؤال تاني؟ لا شكرا، مع السلامة. هوني على نفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر للأخت المتصلة التي اتصلت أمس، ويبدو يعني أنا ممكن أكون وأنا بشطب كده على السؤال اللي قبل، فيعني يكون اليد أتت بقدر الله عز وجل يعني، فاتصلت على الشباب في غرفة التحكم. هي عندها ابن وبنتان، والحمد لله زوجت البنتين، والابن كتبت له شقة، وتعطي البنات الحمد لله رب العالمين ولا تحرمهما. فهل هي كده ظلمت البنات لما كتبت شقة أو اشترت شقة لهذا الابن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. طبعا نقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، استحضري دائما حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أيها الناس اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية أو سياق آخر قال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قالوا نعم. قال إذن فاتقوا الله واعدلوا بينهم. والعدل ليس المراد منه التسوية، يعني كما أعطي الولد أعطي البنت، إنما أفضل عدل ذكر في القسمة هو عدل الله عز وجل في قسمة الميراث. فإذا أعطينا للابن أعطينا للبنت نصف ما نعطيه للابن، أو إن أعطينا للبنت أعطينا للابن ضعف ما نعطيه للبنت على حد سواء. نعم الأمة يعني تنفق على بناتها وتسترضيهم وإلى آخره، لكنها في النهاية كتبت شقة كاملة للابن أو اشترت شقة كاملة للابن، فالواجب عليها، لأنها كما تنفق على البنات أيضا تنفق على هذا الابن، تنفق عليه في التعليم وتنفق عليه في المعيشة وتنفق عليه في الزواج، فنفقتها على بناتها كنفقتها على ابنها سواء بسواء، لكن الابن الآن تميز بشقة، فعلى الأقل من باب اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم عليها أن تسعى جاهدة إلى أحد أمرين: إما أن تشتري شقة لتكتبها للبنتين حتى يتعادل الابن مع البنتين، وإما أن تسترضي البنتين وتستسمحهم فيما فعلت لأخيهم. زوجت البنتين. أيوة، طب ما هتزوج الابن برضو، ما احنا اللي بنقوله هنا بنقوله هنا. صحيح، نعم. واخد بالك؟ فلا يبقى إلا أحد الأمرين: إما أن تشتري شقة لتكون بالفعل عدلت بين الابن من ناحية وبين البنتين بشقة من ناحية أخرى، وإما أن تستبدلها بالطريق الآخر ألا وهو استرضاء البنات واستسماحهم فيما فعلت مع أخيهم، فإن رضوا وسمحوا فبها ونعمت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا. نعم، ربنا يبارك في عمرك يا رب. لو سمحت عايز استفسر على حاجة بعد إذن حضرتك. نعم. دلوقتي زوجي طلع الحج إن شاء الله بإذن الله، هو حج مرتين قبل كده ودي الثالثة ما شاء الله. أول مرة كانت لنفسه وبعدين لباباه، والمرة دي كان طلع لنفسه، بس هو هناك يعني في الطريق وكده، فسأل أخ من الإخوة فقال له يعني أنا عايز أعملها لأمي، يعني هي عايشة بس بابا توفى، يعني هي عايشة بس هي يعني لا ما تقدرش تسافر يعني، فاهم؟ فبس هي في مشكله دلوقتي، هي ما بتصليش نهائي، يعني من ساعه ما خلقت ما صليتش ولا ركعه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله المستعان، مش برب اهلها، هي انسانه يعني الله المستعان يعني. خلاص يعني خلينا في السؤال، خلينا في السؤال. ما هو كده. سؤالتي كده، هي تقريبا ما تطبقش اي طاعه خالص لربنا يعني، والله اعلم طبعا، بس المشكله هل هي ما طلبتش حج لها، يعني هي مش في دماغها الموضوع ده خالص، مش في دماغها ارضاء الله، فهل هو يقدر يحج لها فعلا كبر ليها، ولا لازم الانسان يبقى هو فعلا مشتاق للحج، فهو يعني مشتاق لربنا مشتاق للطاعه فهو يعملها لها، يعني فهمني حضرتك انا قصدي ايه، يعني هل هي مش في دماغها نهائي، ولا طلبت في مره حتى تطلع عمره ولا قصص من دي خالص، فهل هو دلوقتي يطلع يحج عادي كبر ليها وربنا يتقبل منه، ولا ملهاش لازمه اصلا عشان هي مش في دماغها؟ طيب حاضر، ده سؤال. اوكي،
في سؤال تاني بعد اذن حضرتك. انا دلوقتي مربيه بنات يعني الحمد لله رب العالمين على الطاعه والصلاه والحجاب من هم عندها 10 سنين و8 سنين بيصوم الحجاب من 6 سنين وكده يعني الحمد لله رب العالمين وتطبق فيهم ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يقوينا عليهم ربنا يحفظهم يا رب يا رب حافظهم قران وكل حاجه الحمد لله. بس انا دلوقتي ملاحظه ان البنات بدات ايه يعني تتضايق بقى مثلا ماما ده دي بتقول لي كذا ده دي لابسه كذا انا نفسي اقلع الحجاب نفسي امشي بشعري. هل انا تزمت جامد على الاطفال مثلا لدرجه اللي هم بداوا يفلتوا مني ولا خليني ماشيه كده وتمام اللي انا كده 10 سنين و8 سنين مش كده؟ 10 سنين و8 سنين طيب. بس انا بقى يعني ايه منعهم من الاختلاط من الناس سلام على الرجال لا حتى ابني مثلا لو واحده جت تسلم عليه لا اني لا اصافح النساء يعني عنده كام سنه؟ عنده 5 سنين. 5 سنين ما شاء الله. فهل انا زودتها زياده ولا انا تمام امشي زي ما انا بحيث ان العيال يعني باباهم لسه بيقول لي انا حاسس ان العيال معقدين ما بفسحهمش ما بخرجش مثلا على البحر وسط الرجال يعني مش عارفه بصراحه. الله يحفظك يا امه الله. حاضر شيخنا يجيبك في امان الله. عايز اعرف البديل بعد اذن حضرتك. طيب يعني اعمل ايه عشان ابقى اخليهم في نفس البيئه اللي هم عايشين فيها بس بحيث ان هم ما يتمردوش على اللي احنا فيه يعني. طيب جزاك الله خير ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك في عمرك يا اختنا في امان الله. ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا اتفضلي. جزاكم الله خيرا يا شيخ لو سمحت. اتفضلي. رجل حج عن نفسه ونوى ان يحج مره اخرى عن امه التي على قيد الحياه وعمرها تعدت 70 سنه فهل يجوز ذلك؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني هل يجوز ان ينوي العمره لغيرها حيث كونه يحج متمتعا؟ يعني هل يجوز ان يحج عن غيرها يعني هيحج مرتين يعني ولا العمره عن غيرها؟ غير والدته لانها هي اعتمرت قبل ذلك يعني. تمام. السؤال يعني اللي بعده هل يجوز؟ هل يجوز ان ينوي لغيرها حيث كونه يحج متمتعا؟ ايوه يعني هيحج عن امي ويعتمر عن غيرها ويعتمر عن اخر. تمام. العمره عن غيرها تمام. نعم. في امان الله. من اعتمر عن نفسه. ايوه نعم اتفضلي. من اعتمر عن نفسه مره في حاله ذهابه لحج الفريضه هل يجوز له العمره للاب او الام او الجد؟ تمام العمرة تمام عن الغير عن الغير. وهل يجوز له أن يعدد العمرة قبل حج الفريضة؟ تعدد العمرة قبل حج الفريضة حاضر في أمان الله. حاضر في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت يداهمنا شيخي كريم وطبعا حملة الحياة مشاركة أخذت معظم الوقت. نعم نعم شيخي توفي وترك انت خلي بالك معك 5 دقائق. لا إن شاء الله ممكن يعني نستسمع الشباب في قليل من الوقت. صحيح. توفي وترك أختا شقيقة وزوجة وأربع بنات وأبناء إخوة ذكور وإناث من يرث الميراث الشرعي؟ بس خلي بالك هي في جزئية في السؤال أهو كتب أيه. وكتب قبل وفاته كل شيء لبناته. نعم شيخي كريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذا أهم جزء في السؤال أنه الوالد عليه رحمة الله تعالى وغفر الله لنا وله كتب كل شيء للبنات ومعنى كتابة كل شيء للبنات أنه عدل قسمة الله عز وجل في الميراث ولم يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى في هذه القسمة لأن الله تبارك وتعالى لا يجيز على الإطلاق الوصية للوارث. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. ربنا أعطى البنات وربنا أعطى الزوجة وربنا هيعطي في المسألة دي الأخت الشقيقة لكن إذا أعطاهم الله وأنا العبد أمنعهم لا شك أنني أكلت بناتي حق هؤلاء سواء حق الأم ويمكن يعني الامر هون شويه يعني البنات كان ليهم كام والزوجه ليهم ليها كام والاخت الشقيقه ما انا هقول لك اهو بس هي انا في تصور دي الجزئيه الاكثر اهميه في الامر ده منتشر هو اغلق الباب امام الجميع اغلق الباب بالضبه والمفتاح كما يقولون وهذا امر في منتهى الخطوره وهو كبيره من الكبائر وهو اولا ضر نفسه جدا لظلمه وحرمان بقيه الورثه حقهم وايضا ضر البنات ايضا ان هو اكلهم حق عمتهم مثلا واكلهم حق امهم مثلا ولا شك ان هذا من الاعانه على الباطل والعياذ بالله فنسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه وان يغفر لنا وله. اما مساله القسمه فمساله يعني بسيطه وهينه الزوجه لها التمن في هذه الحاله الاربع بنات مجتمعات
شركاء في التلتين، والباقي هيروح لعمتهم اللي هي الاخت الشقيقه بالتعصيب. بالتعصيب والله نعم. اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاه والسلام. يضحي كل عام وفي هذا العام ليس معه مال، فهل او ليس عنده امكانيه، فهل عليه وزر؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ان كان بيضحي كل عام إقامة لسنة الأضحية وهي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة دي لا يملك، فهذا شيء لا بأس به. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتركان الأضحية عن عمد في بعض الأعوام لئلا يظن الناس في الأضحية أنها فريضة أو أنها واجبة. إنما لو كان بيضحي كل عام وقد نذر هذا، يعني هو نادر التضحية كل عام وبالتالي كان بيضحي كل عام نذرا، ففي هذه الحالة الآن لا ليست معه كلفة أن يفي بنذره هذا العام كفارة. فأولا ننصحه أولا بالتوبة لله عز وجل والاستغفار إن كان نذرا، إن كان نذرا. ثم عليه كفارة تحلله من النذر، كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إن استطاع على ذلك، وإلا يصوم 3 أيام والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن لم يكن نذرا فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، نعم. لأنها سنة وليست فريضة ولا واجب. الأخ المتصل أكرمه الله يريد أن ينذر ولدا من أبنائه لله عز وجل، فما الكيفية ويجعله وقفا لله؟ نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزاك الله خيرا أخي السائل، بارك الله فيك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تخير أفضل أبنائك وأخيرهم وأنقاهم فطرة، واجعله لله تبارك وتعالى وقفا، بمعنى أن تعلم هذا الابن، أن تحفظ هذا الابن كتاب الله عز وجل، وأن تجعله يطلب العلم الشرعي في أحد الكليات المتخصصة أو أحد المعاهد المتخصصة، أو أن يتبناه شيخ من شيوخ العلم، ثم إذا أكمل دراسته على خير وجه أن تجعله داعية إلى الله عز وجل ومعلما للغير، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن كنت تقصد الوقف الشامل فمعنى ذلك إنه ما يأتيك من نفقة من هذا الابن إن يعني في المستقبل إن يسر الله له وصاحب وصار صاحب مال، فما يأتيك من نفقة من هذا الولد تجعله أيضا وقفا لله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى المراد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته يا الشيخ. سريعا سريعا يا أستاذ محمود عشان الوقت أوشك على الانتهاء، تفضل. والله في خلاف بين زوجتي، في تقول لي انت حلفت يمينين وانا حلفت يمين واحد، ورحت لدار الافتاء واقسموني على كتاب الله ان انا ما فيش هذا يمينين، وهي بتقول لا في واحد تاني. فمقابل يمين طلاق يعني يا عم محمود؟ لا طلاق، ما فيش. في غضب وبقول لها انت طالب، مش انت طالب. فروحت دار يعني لا 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 معلش يا عم محمود، انت بتقولها بالهمزه ولا بالقاف؟ انا لسه طالب. ايه لا كده يعني طالب بنفس اللفظ كده بس. شوف السؤال بس ده. طب هات السؤال. في حاله غضب. نعم في حاله غضب. اقول له نقطه الخلاف، نقطه الخلاف ان هو بيقول مرتين وهي مره وهي بتقول مرتين، صح؟ لا هي بتقول 3 وانا بقول 2. طيب الزوجة تقول 3 وهو والزوج يقول مرتين. وبجد تمام يا عم محمود، وصل الكلام. ورحتوا دار الافتاء؟ تمام. قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ رحت انا وهي وقصينا وخلونا قسمت على كتاب الله بان انا مش فاكر اكتر من اللي انا بحكيه ده، واذا كان وزر طيب فاحنا برضه عايزين نتاكد برضه، يعني احنا برضه ما زي ما احنا لحد ما نتاكد من طيب بس انت متاكد ان هم 2 يا عم محمود؟ والله. طيب خلاص. ام عمر السلام عليكم، اتصال اخير. حاضر يا عم محمود فهمنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام عمر. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمعت بس انا عندي سؤالين. نعم. بس انا قبل كده جوزي حلف مرتين بالطلاق، ان انا يعني عشان اختي بتكلمني وكده، وقال لي على الطلاق ما تكلمهاش على يعني اليوم اللي انا اكلمها فيه.
تمام. الو. ايوه تمام. ومرة تانية كان بينه وبين واحد حساب وكده، ومواضيعه برضه حلف ان بالطلاق ان ما يديلوش فلوس غير لما يحاسبه، بس اداله الفلوس. ما بتاع ده اداله الفلوس ما حسبوش. طيب يبقى عليا الطلاق، عليا الطلاق. هي كلها نفس اللفظة، عليا الطلاق. يعني مرتين. في ناس بتاكل وتشرب يا مولانا، نسال الله العافيه. حاضر يا ام عمر، في امان الله. اطلب منك طلب بس لو سمحت. اتفضلي. معلش بالله عليك والنبي بالله عليك يا شيخ احمد، خلي الشيخ يدعي لابني ربنا يرزقه بالذريه الصالحه والنبي. امين يا رب. في الايام المفترجه دي يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يرزقنا واياه ويحفظه بحفظه ويحفظنا جميعا والمسلمين والمسلمات. نعم شيخي الكريم، اموال ايتام في المجلس الحسبي، طبعا المال في البنوك او في البنك، الفائدة وما حكم ذلك؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مال اليتيم المستأمن عليه الوصي اللي هو عين في عنقه الوصاية على هؤلاء الأيتام، سواء عمهم ولا أمهم ولا آخر، فهذا الوصي أمين على أموال هؤلاء إن كانت بلغت النصاب، وبالطبع في هذه الحالة سيؤدي عنها الزكاة على رأس كل حول بواقع 2.5%. هذه الفوائد التي تأتي من هذه الأموال، إن كان ولله الحمد والمنة وسع الله عز وجل على هؤلاء الأيتام، فلا حاجة ماسة ولا ضرورية لهذه الفوائد، فالواجب عليها أن يضعوا عليهم أن يضعوا هذه الفوائد في أي جمعية خيرية لرعاية الفقراء والأرامل والأيتام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. أخونا شلبي اللي عمله مع خطيبته صح، إن بتلبس بنطلون وهو يعني فاشل بسبب التدخل مع الخطبة، بسبب التدخل مع الجيران، هل هو متشدد ولا كان المفروض إن هو زي ما قال الشيخ أنت مالكش حكم عليها؟ الحمد لله يعني. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو كان أخونا شلبي متشددا لكان الأوجب عليه أن ينظر فتاة ذات دين. ذات دين يعني إيه؟ ذات دين يعني على الأقل تحافظ على صلاتها، الصلوات الخمس، على الأقل تحافظ على صيام شهر رمضان، على الأقل أخلاقياتها طيبة، على الأقل تلبس الحجاب الشرعي. إنما هو فرط وكان متساهلا ولينا جدا إنه اختار فتاة ما زالت تلبس الموضة، يعني البنطال والبادي والكلام ده، وبالتالي نقلها من الحالة دي إلى حالة الحجاب سيكون أمرا عسيرا بالنسبة له، وبالتالي هم شعروا بالفارق الشاسع ما بين البنت وما بين طبع أخونا الأستاذ شلبي، هو عايزها محجبة بس ما ينفعش. أنا شايف النقلة صعبة قوي على بنات النهاردة، إلا من هدى الله عز وجل وفتح قلبها للهداية والصلاة والحجاب، لكن عفى الله عما سلف، أنت لم تكن متشددا، أنت كنت متساهلا، لكن لعل الله أن يرزقك بخير منها. أمين. وأن يرزقها أيضا بخير منك، يصلح الله عز وجل حالها على يديه. جزاك الله خير. والله أمين. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. طبعا أمة الله تتصل وهي تبكي، زوجها يبدو أنه يمنعها من الزيارات لأخواتها الفتيات الشقيقات من أجل وجود الأزواج هناك، فهل له أن يمنعها ويقول لها يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات من كتاب الله عز وجل؟ والجانب الآخر صلة الرحم أين يا شيخ الكريم؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم الآيات والأحاديث يعني القرآن والسنة أوجبا صلة الأرحام، خاصة أرحام الدرجة الأولى، أقارب الدرجة الأولى، وهي الأم والأب والأخ والأخت. فليس للزوج أن يمنع زوجته عن صلة أرحامها الواجبة، خاصة هؤلاء الأقارب للدرجة الأولى، وإذا كان العائق عنده لغيرته عليها ولحرصه عليها وجود الأزواج في بيوت أخواتها في هذا التوقيت، فأمامنا خيار من اثنين، إما أن يتفق مع زوجته أن تزور أخواتها عند عدم وجود الزوج في البيت، يعني هو الزوج قاعد 24 ساعة في البيت، زوج أختها يعني مش عنده شغل، مش عنده ارتباطات خارج البيت، فيحددوا مواعيد الزيارة لأختها فلانة وعلانة في الوقت اللي الزوج غير موجود في البيت، هذا الخيار الأول. وأما الخيار الثاني، يا عمي غبر أقدامك لله عز وجل أيها الزوج الغيور الحريص على زوجتك، غبر أقدامك في سبيل الله عز وجل، وأعن زوجتك على صلة رحمها في أختها، وروح خد الزوجة بنفسك
وزور الأخت وزوجها، هي مع أختها بتزورها وأنت مع زوج أختها لتزوره أيضا، لتضرب الخيرين بضربة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله زوجي طلع حج مرتين، مرة عن نفسي ومرة عن والدي، إن شاء الله هذا العام لنفسه، ولكن هناك قال إن شاء الله لأمي. وصفت حال الأم، أصلح الله أحوالنا جميعا، لا تصلي ولا ولا ولا، ولم تطلب يوما الحج أو العمرة من ابنها، فهل له أن يصنع هذا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. واضح أن الأم مسكينة يغلب عليها الجهل ويغلب عليها التفريط، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يهدينا ويهديها، ويفتح قلبها للإيمان، ويحبب إليها الإيمان والصلاة والصوم والحج والعمرة وغير ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن هذا الحال لا يمنع الابن بارك الله فيه أن يحج عنها، لعل هذه الحجة تكون سبب في هدايتها، وتكون سبب إن شاء الله في رفع درجاته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا البنتان 10 سنوات و8 سنوات، ويبدو أن التربية ما شاء الله طيبة، محجبات طائعات، يحفظ القرآن الكريم، ويعني شيء طيب، وهي منعتهما من الاختلاط والمصافحة للرجال. بس البنات شكلهم يعني ماما احنا عايزين نخلع الحجاب شوية، نلعب شوية، نروح شوية. وحتى الابن 5 سنوات ولا يصافح النساء ما شاء الله. هي تسأل عن البديل حتى لا تتمرد او لا يتمرد الابناء والبنات شيخي. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لاختنا الزوجة نعمة ما فعلت في حسن تربية هؤلاء البنات وهذا الابن أيضا بارك الله فيك. فإن النبي عليه السلام يقول: من عال 3 بنات فأدبهن وأطعمهن وكساهن كن له إن شاء الله عز وجل حجابا أو سترا من النار يوم القيامة. نسأل الله أن يكتب لنا ولك أجر هؤلاء البنات. لكن في المقابل لابد، وقد منعتيهم من الاختلاط بالأخريات خشية الفتنة عليهم، وخشية يعني أن يتسلقوا أو يتخلقوا بسلوك وأخلاقيات الآخرين في التفريط وإلى آخره، استبدلي هؤلاء الصحبة بصحبة من الأخيار. يعني شوفي صديقتك وأختك من المحجبات التي تربي بناتها وأولادي على نفس هذا النمط والسلوك، وهم كثر، وبالتالي يختلطوا، يجدوا بنات يتحدثوا معهم، يتكلموا معهم، ويلعبوا معهم. روحي عنهم، خذيهم إلى حديقة عامة وقتا ما، وقتا يسيرا، خذوهم إلى يعني أي وسيلة من وسائل الترويح حتى تروحي عن هؤلاء البنات، ولا يشعرن أنك أغلقت عليهم الباب بالضبة والمفتاح كما يقولون. أدبي من ناحية وروحي من ناحية، وامنع الخلطة التي تفسدهم من ناحية، لكن اسمحي بالخلطة الأخرى مع بنات وأبناء آخرين من الملتزمين والملتزمات، وهم كثر ولله الحمد والمنة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. محمد، رجل حج عن نفسه ويريد أن يحج عن أمه، فهل هذا جائز؟ هي كان الأم حية ولا ميتة؟ هي ما زالت على قيد الحياة. أظن اللي كانت بتقول أمه عندها 70 سنة أو 70 سنة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دام الأخ بارك الله في حج عن نفسه أولا، فيجوز له أن يحج عن غيره، وأولى الناس أن يحج عنه ما وجبت في حقه الحجة، لكن يمنعه من القيام بها مثلا كبر سن أو تعب صحي كالأم بارك الله فيها. وفي هذه الحالة يجوز له أن يحج عن أمه وإن كانت حية، لأن المرأة قالت للنبي: إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني يمنعه وضع البدن من الحج، أفيجزئه أن أحج عنه؟ فأجاز لها رسول الله الحج عنه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هيحج عن أمه ويعتمر عن غيرها، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. نعم، ما دام اعتمر عن نفسه أولا، عند بعض أهل العلم من يقول بوجوب العمرة يشترطون أيضا أن يكون اعتمر عن نفسه أولا، ويحج متمتعا، فله حينئذ أن يعتمر عن غيره. هي بقى بتسأل، هو بيعتمر عن فلان وبيحج عن فلان، هل يكون في هذا الحال متمتعا؟ على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول هو في هذه الحالة ما دام لا يعتمر ويحج عن شخص واحد فهو ليس بمتمتع، لأن العمرة في وادي والحجة في وادي آخر، العمرة لزيد والحجة لعبيد كما يقولون. وآخرون من أهل العلم، وده القول الأحوط الذي أتبناه،
انه حاله الان متمتع والله اعلم، وصلى الله يعني وسلم وبارك على النبي عليه الصلاه والسلام. من اعتمر عن نفسه مره واراد ان يعني يعتمر اكثر من مره اخرى في الحج شيخ الكريم، يعني يكرر العمره هناك، يكرر العمره. اي بالضبط. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد مساله تكرير العمره من التنعيم لمن كان في مكة يعني قبيل ما يأتي عليه وقت الحج، منعها بعض أهل العلم وقالوا أن هذا لم يعرف من عهد السلف ولم يعرف عن النبي أنه اعتمر أكثر من عمرة في السفرة الواحدة. لكن هناك آخرون من أهل العلم يبيحون هذا، أنه يجوز له أن يعتمر من التنعيم، وإن كان بعضهم كابن القيم رحمه الله يقول الطواف بالكعبة، طواف يعني تحية وطواف سنة مش طواف الحج ولا العمرة، أفضل من إنشاء عمرة جديدة من التنعيم. ومع نعم. ذلك أنا أميل إلى قول من يبيح العمرة من التنعيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف شيخ الكريم، هو يقول مرتين حلف بالطلاق وكلام صريح وقت غضب، نعم. وهي تقول لا ثلاثة، وهناك في دار الإفتاء جعلوه يعني يقسم بالله أنها أو يعني أنه فعل هذا مرتين وليس ثلاث مرات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا الزوجة الكريمة بارك الله فيك، القول في الطلاق قول الزوج وليس قول الزوجة. هو حتى حلف. نعم. وما دام الزوج يقول اثنين وحلف على هذا حتى لا قدر الله، على افتراض أنه أخطأ، فإن خطأه على نفسه، لا قدر الله، حتى على افتراض أسوأ الافتراضات، نحن لا نفترض في الأخ السائل بارك الله فيه الحاج محمود، لكن هنفترض حتى أن الزوج كذب وبعد ما كانوا ثلاثة حلف أن هم اثنين، خلاص نحن تعظيما ليمين الله عز وجل هناخد بقول الزوج، ولأن الأصل أن قول الزوج هو المعتبر في الطلاق، فعلى الزوجة أن تهدأ بالا وأن تستريح نفسيا. طبعا. فهو من يتحمل هذه المسؤولية أمام الله عز وجل، وهما سنتان كما أقسم على ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عمر، هي مسألة مشابهة، لكن هنا قال مرتين علي الطلاق، ما تكلميش فلانة أو ما شابه ذلك، ويبدو أنه تكلم مرة في حساب بينه وبين واحد، ألا علي الطلاق، ما أنا محاسبك وحاسبه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا يمين علي الطلاق هذه يمين خاطئة، لأنها حالف بغير الله تبارك وتعالى، خاصة أن أكثر من يستعملها لا يقصد بها الطلاق، نعم. إنما يقصد بها الحلف والمنع وكذا. وبالتالي نقول على الأخ بارك الله فيه عنده يمينين، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم وتوبة عدم تكرار هذه اليمين مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، ثم عليه كفارة اليمين الأولى وكفارة اليمين الثانية ما دام لم يقصد الطلاق. الكفارة أن يطعم 10 مساكين عن الأولى وعشرة عن الثانية إن استطاع الإطعام، أما إذا لم يستطع الإطعام فعليه صيام 3 أيام عن اليمين الأولى وثلاثة أيام عن اليمين الثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. أختم عمر، الدعاء لابنها بالذرية الصالحة شيخ الكريم. نسأل الله عز وجل أن يرزق ابنها، ابن أختنا أم عمر، الذرية الطيبة الصالحة التي تقر بها عينه وتملأ عليه بيته خيرا وبركة، وبناتنا وأبنائنا وأبناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لكن أنا سمعت أن أختنا أم عمر وهي تطلب منا الدعاء أنها استحلفتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أقول لأختنا أم عمر ليس لنا عين أن نرجو الله عز وجل أن يستجيب دعوتنا ونحن في نفس الوقت نخطئ هذا الخطأ، ألا وهو أن نحلف بغير الله حتى ولو كان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل هو نفسه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، غفر الله لنا ولها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. انطلقت حملة الحياة مشاركة، نعم، وبدأناها اليوم مع حضرتك ومع الشيخ إبراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة. الحياة مشاركة، نحن بكم وإليكم بإذن الله عز وجل، وتستمر الندى بإذن الله، والحياة مشاركة. مشاهدونا الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في أمان الله. نعم شيخ. قبلك إلا رجالا
فاسألوا أهل الذكر